هذه المصيبه، يا هذه المصيبه، نكد عليك نكد عليك وعلى عمرك يا سيف. هادي ست انش، اجري يا اختي اجري، في دي بعمرك العمر مش معزقه. في ايه في ايه انطقوا؟ سي حالي جوز حضرتك تلي فسكوني على الاخر. فسكوني على الاخر؟ ايه انطق في ايه؟ احنا قاعدين يا اختي في امان الله. انا وسيمة غاوري سمعنا خبط ورقع ورزع في شقتكوا، قلنا نطلع نطمن برضو الناس لبعضيها. ايوه لقيت سي علي طايه في الشقه يمين وشمال وشمال ويمين، وامال يكسر في اي حاجه يجي تحت ايده. هو مراتي مديرعي، هو مراتي مديرعي. سيمة غاوري يا اختي قال برضو يعني يطلع يوجب معاكوا ويحوش الحاجه، راح لعبت في الراجل كده هوت، مش عايز يسيبه ابدا، قافش فيه. ايوه عدني 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 يا ستاني، راح مسكني من دراعي ولففني لفافه كده، وراح عادتني في لمؤاخذه في دراعي عدني في دراعي. يا زين، وكان عمال يزعق ويهلل ولا مؤاخذه يعني الكلام كان بيشتم فيكي. ايوه انفد بجدك بقى، وانا هنروح ناخد 21 هجنه في المستشفى. لا يا مغاوري، انا مش ههرب من ميدان المعركه، انا صحفيه ومهنتي الاخطار، انا هتسحب اشوف في ايه، ولو في خطر هحصل العيال عند بابا. مغاوري ايوه معلش يعني في السؤال، انا اسفه، هي العضه كانت جامده قوي. يا عيني يا اخويا الراجل هيهوى. يا عيني يا شريف، محتاج تصبغ شعرك. معلش معلش، المؤمن مصاب. بصي لي بصي لي العين اللي بتحبيها، بصي لي. ضحايا حرب. ايه مساء الخير يا جماعه، اللي حصل في الشقة؟ معقولة؟ معقولة علي يعمل كل ده؟ وأكتر من كده يا أستاذة، أكتر من كده، ده الأستاذ علي عليه عافية، ده قعد تشكيل الشقة وقعد تشكيل وش أنا كمان. يا عيني، هو مد إيده عليك يا أستاذ شريف؟ اكسكيوز مي، وهل يجرؤ؟ واضح إنه ما جرؤش خالص، واضح. لا هو بس هب فيا هبه، وانا من توتري خبطت في منال ولبسنا احنا الاثنين في العمود. ايه يا اخي ده؟ ايه يا اخي ده؟ معقوله في حد يقول كلام زي ده ويخض؟ لا هي الست جايه مخضوضه خلقه. اهلا يا انجي. ازيك يا انكل سمير؟ بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ حلوينا احنا قوي وخسينا قوي. بونجور يا انجي يا حبيبتي، ايه الحلاوه دي؟ يو لوك جريت جريت ماي دير. كاسمك بقى يتجنن، ولا الكوب بتاع شعرك فورميدابل. ميرسي يا طنط، ميرسي. سباتيك ايه وقصه شعري ايه في المصيبه اللي انا فيها دي؟ علي فين؟ علي فين؟ علي كويس وكل حاجة، هي بس شوية خضة كده، أنا اديته حلق مهدئ سنتي واحد، ده حاجة نازلة جديدة اسمها فيستوفايسين، هتهديه شوية هيبقى هايل. فيستوفايسين مش ده بتاع الحساسية اللي أيوة يعني ده. احتمال يكون عنده جرب ولا حاجة. اجرب امتى؟ كان كويس الصبح، كان كويس. عشان كده اديته فيستوفايسين، زمان كانوا بيدوا لي الخنازير عشان تهدى. تطور الطب بقى دلوقتي بيدوا لي الأطفال. استنى بقى انا هفهمها. بصي يا حبيبتي، علي جه من بره تري نيرف فاقت اعصابه خالص، سمعنا دوشه وكراود فظيعه، كل العماره بقت عماله تفتح البان وتبص، فتح البان وتبص. انا وانكلك بقى اتخضينا، قلنا نخش نشوف حصل ايه هنا، لقيناه مدمر الشقه، خوفنا اللي يخش على شقتنا يدمرها هي كمان. يبدو ان حصل له شيء او سمع شيء خلاه يفقد القدره على اعصابه، او بمعنى اصح يفقد القدره على التحكم في اعضائه، في بعض اعصابه. مش كده؟ انا لاحظت انه هي از ليتل بيت مبلول من قدامه ومن ورا. ايوه هو ما فقدش القدره على التحكم في التبول الا ارادي، لا هو فقد التحكم في اخلاقه كمان. تصوري انه اول ما شافني ما قاليش بونسوار يا طنط، تخيلي ما قاليش بونسوار يا طنط، وبعدين
لو تعرفي، لو تعرفي الشتايم، الشتايم الرهيبة اللي قالها على مامتك وباباكي. لا لا ماما وبابا لا بقى. نوش نوش. صحيح يا أنوش، صارحيني يا حبيبتي، في حاجة حصلت في الشغل، في حاجة حصلت بينكم وبين بعض. تراست مي، بصي أنا ستر وغطى عليكي، وحتى لو شمتت فيكي ده مش يعني مش سبب أبدا يخليني أخلي سيرتكم على كل لسان، صح؟ صح. أنا هقول لكم تعالوا بس لازم، أصل أنا النهاردة أفقدت علي أعز ما يملك. ده 100 مرة قلت لك بلاش الهزار اللي انت حتى فرفقي. فرفقي فرفقي بتقولك فقدته اعز ما يملك. الهزار الشديد ده كان بالبوكس ولا بالشلوت؟ كان نفسي يبقى بالشلوت. لا شلوت ايه بس يا انكل، اصلا النهارده بصراحه رحت الشغل بدري عن علي، فلما رحت بدري اخدت انا الترقيه وبقيت مديرته في الشغل. مش بس كده، انا اديته 3 ايام خصم قدام كل الزملاء. طب انا بقول نستأذن، احنا ما بقدرش اشوف منظر الدم. نادل ايه، ابلغ زمايلك يا انوش ينزلوا لك نعي في الجورنال؟ انت اندل منه على فكره. طب في صيغه معينه في النعي تحبيها؟ خلاص لا مع نفسك يا حبيبتي. يلا يا شريف ملناش حاجه. باي باي دكتور. باي باي. جو تو هيل. ايه ده؟ هو واضح انه اتعرض لصدمه شديده ادت نوع من الاستريبتوكايتو افتوسوبليلي، دي نتيجتها ايه؟ اندياموس اندياموس اوبا اوبا لوزا فيفا. فتصوري انه جاب شريط عبد الباسط حموده وشغاله في ايه؟ اه يا مرايتي انا مين يا مرايتي؟ وشي مين ده يا مرايتي؟ ويعيط وراح جايب بعد كده ايه؟ طبق رز بلبن. انا قلت هياكله نبا رزايا رزايا ودلق اللبن. طب وبعدين هتصرف ازاي انا دلوقتي في المصيبه دي؟ في ايه؟ في الرز بلبن طبعا، ده كان اخر طبق رز بلبن كنت شايلاه لصولي لما يرجع من المدرسه. بقول لك ايه يا انكل؟ نعم. هو ممكن الصدمه توصله للدرجه دي؟ للرز بلبن؟ اه احتمال، بس دي بنقدر نتصرف. الخطوره لو طلب مهلبيه، اللي انيل لو قال انا عاوز كسكسي. غادة عبد الرازق. كل ده وعلي مزمزل عليا من فضلك. اهلا انوش، اتفضلي يا حبيبتي. في ايه مالك يا حبيبتي؟ اتفضلي اتفضلي. أمال فين علي؟ ليه ما سحبتوش وراكي؟ سبته عند الكوافير بيظبط القصة ويعمل مانيكير ويحلق دقنه. نزلنا الصبح نتسحب زي اللي عامل عاملة بالظبط، زي الحرامية. وديته عند الكوافير في المعادي عشان ما نتفاداش. شفتي المصيبة اللي أنا فيها يا طنط؟ هي من ناحية مصيبة، مصيبة فظيعة جدا جدا. تصوري بقى كان لابس سكيرت وليجنج ولا الباروكه، الباروكه الفظيعه، باروكه نايلون بقى اللي مع الكهرباء بتعمل كده. دي مودي خالص يا حبيبتي. بيئه قولي له دي بقت حاجه دي مودي، ودي لك كوافير يعمل له اكستنشن. اه لا ما هو لو فضل على كده كتير هضطر افهمه حاجات كثيره قوي. هبدا مع المنهج من الاول، من درس ثالثه اعدادي اللي كانوا مدرسين بيتكسفوا يشرحوه ده. هو في درس كانوا المدرسين بيتكسفوا منه؟ أصل الحقيقة معرفوش، لأني كنت عايزي دبلومة أمريكانية. طنط رجاء أنا مش ناقصة فارسة. فين أنكل سمير؟ إنسايد هو مستنيك يا حبيبتي. اتفضلي يلا فولو مي. حاضر فولو مي. تعالي أنوج سمرتي حبيبي. أهلاً أهلاً. أنوج عايزك. تفضلي يا حبيبتي. أهلاً أهلاً أنوج حبيبتي. إيه عاملة إيه النهاردة؟ مش كويسة، مش كويسة أبداً يا أنكل. قلقانة على علي، بقاله يومين
ما تحسنش، ما رجعش لطبيعته، بالعكس ده الحاله بتتدهور لدرجه انه ابتدى يسالني اسئله خاصه. انا مش عايزك تقلقي من الحكايه دي، بالعكس كل شيء ماشي تمام. يعني 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 مثلا يا ريت كل راجل في الدنيا يقدر يتصل بالجانب الانثوي اللي فيه عشان يعرف ازاي يتعامل مع الست ويحس بيها. مشاكل كتير اتحلت بالطريقه دي. انا عن نفسي طول عمري بتصل بالجانب الانثوي اللي فيا، عشان كده تلاقيني بحب جوجو وبدلعها طول عمري، وما شاء الله 30 سنه مع بعض دلوقتي، حب وغرام وحياتنا كلها فال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 
لما بقعد مع سمورتي بحس ان قاعده مع واحده صاحبتي. واحده صاحبتك؟ وانا اعمل ايه بواحده صاحبتي؟ انا عايزه جوز. جوز ها يبقى فيه حقوق واجبات والحاجات دي يعني. بصي بقى يا حبيبتي ما تزعليش نفسك ابدا، كده ولا كده هيجي عليكي وقت انت وجوزك هتعيشوا اخوات. اخوات؟ يعني مفيش لا دواء ولا حاجه ترجعهولي زي الاول؟ لا خلاص، عمر اللي راح ما هيرجع تاني. يعني ايه؟ والعيال فاضل يومين واجازه نص السنه تخلص، اقول لهم ايه؟ ابوكوا بقى عايشه؟ لا اتصرفوا اعملوا اي حاجه، ان شاء الله حتى ان شاء الله حتى تكهربوا. لا 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 كهرباء ايه؟ الا العنف. صدقيني يا حبيبتي العنف ده ممكن يقلب بصدمه معاه مش هنعرف نلمه، ممكن يقلب كلب يهوهو، يقلب حمار يحمر، يقلب حصان يحصن، ممكن يقلب فرس البحر، هنجيب له مربطوز مقاسه منين؟ طب والحل؟ ايه؟ اعمل انا الساده الرجال؟ الله اتس فيري جود ايديا، على فكره بقى هتبقوا كابل يجنن، مش كده يا سمورتي؟ يس دارلينج، يس دارلينج، شور. انا قريت في مجله غريبه كده ومثل بيقول لك ايه؟ اذا لم تطح انت مش عارف ايه فاستمتع بما اعرفش ايه، يعني انتوا الاثنين ستات استمتعوا مع بعض، خديه على قد عقله. ايوه ما هو واضح يا انكل ان انت وطنط يعني بقالكوا كتير فنسيت، ما هو انا عايزاه يرجع لعقله عشان حته نتبسط مع بعض دي، ها؟ فاهمني؟ الله، اثنين ستات تنبسطوا مع بعض. بالظبط، يعني ممكن بقى تاخديه في ايدك وتعمله شوبينج، او اقول لك ممكن تعمله اوبن داي، او هقول لك فكره حلوه قوي قوي قوي، تعملوا اجتماعات بتحت الروتري والانر ويل. وكل حاجة صدقيني يا حبيبتي صدقيني مش هيستحمل أكتر من 3 أيام، ما فيش رجل في الدنيا عنده مرارة يقدر يستحمل سخافات الستات المدة دي كلها. 3 أيام؟ طب أنزل وأطلع بيه إزاي أنا دلوقتي 3 أيام؟